السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي اليوم لأول مرة؟ أحب أرحب بكم وأقولكم إن شاء الله تكونون بألف ألف خير. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن تحضير عصير النعناع مع الليمون. هذا طبعا من العصائر المشهورة والمعروفة والكل يحبها، بس اليوم راح نسويها بطريقة مختلفة اللي هي طريقتي الخاصة. خليني أول مرة أقول المقادير، هي معروفة أعتقد ما بها أي شيء، اللي هي تقريبا كوب من النعناع طبعا مغسول ومنشف تماما، 3 ليمونات. أنا هذه طريقتي، ما أحب أخلي عصير ليمون بالعصير. شنو أخلي؟ أخلي اللي هي الليمونة، ليمونة أقشرها بهذا الشكل كليتها وأقسمها بالنص وأطلع منها النوى بهذا الشكل كليته، يعني هذا منه أطلع النوى بهذا الشكل، وشوفوا مكانات النوى اللي طلعتها منها كليته وأخليها. هذه هي طريقتي، أنه أنا ما أخلي العصير، أخلي الليمونة كلها ويكون بها فد شيء كلش حلو. أنا إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا ثلج، وأكيد أكيد ونخلي وياه شكر أو السكر. نبدي بإضافة أول مرة اللي أنا أحب أخلي النعناع بهذا الشكل، وبعدين أخلي الليمون اللي مقطع بهذا الشكل مثل ما قلت لكم، نخليه كليته، وبعدين نخلي مكعبات الثلج بيها، وطبعا نخلي شوية مي نظيفة حسب يعني انتو اللي يعجبكم، وطبعا الشكر انتو حسب، اذا تحبوا حلو ضيفوا شكر هواية او كثير، اذا تحبوا قليل خلو. انا راح اخلي 2. تقدرون تضيفون الشكر بهذه المرحلة او تضيفوا بعدين، بس هنا انا احب اضيفه بهذه المرحلة حتى لا يظهر ان الثلج ينزل بقاع الجلاس او القدح اللي نقدم به. اوكي، طبعا نغلق ونغلق، نحط الغطاء ونشغل. اذا تحبون القطع النعناع تكون اصغر، خلوها للماكينة او الخلاط يشتغل اكثر. اذا تحبوها بهذا الشكل، انا احبها بصراحة بهذا الشكل، انه تكون بيها القطع بارزة ومبينة. شوفوا راح يبين عندنا بهذا الشكل هذا العصير الان نصبه. الان نطلع ونصبه بالجلاس بهذا الشكل، وتكون تعجبكم. واي اذا هاي الطريقه ان شاء الله تعجبكم. ليش؟ لانه خلينا الليمون كله كامل. اتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، اتمنى تجربوها لهذه الوصفه، واذا عجبتكم اتمنى تكتبوا لي هل عجبتكم او لا، واذا عجبتكم يا ريت تخلون لايك وسبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي ومن الأعمال اللي أقوم بها. أشوفكم بألف ألف خير وعافية، وإن شاء الله نتلاقى دائما بالخير. باي، see you.